المطبخ السوري من أكثر المطابخ انتشاراً عالمياً وعربياً، وبأكثر من المسابقات الدولية كان بعض الأطباق والأصناف السورية عم تحتل المراتب الأولى. واليوم رح يكون معنا أحد الشيفس السوريين يلي عم يتواجدوا بدول الاغتراب لحتى يقدموا الطبق السوري بأشهى طريقة يعني وأشهى وصفة. منير، صحيح فاطمة، طبعاً اليوم معنا الشيف محمد حنورة يلي وضع بصماته طبعاً بعالم الطهي والطبخ بمشاركات ومسابقات عالمية، وهو أيضاً عضو بجمعية الطهاة السورية وسفير الاتحاد الدولي ماستر شيف العرب في ماليزيا، بالإضافة إلى أيضا دخوله لموسوعة جينيس الأرقام القياسية. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، طبعا صار معنا عبر خدمة السكايب. أهلا وسهلا فيك شيف. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم. أوقاتك شيف. بداية يعني خلينا نروح لموضوع المسابقة، بدنا نقول لك ألف مبروك، ولو تخبرنا تفاصيل أكثر عن مشاركتك ودخولك لموسوعة جينيس. الله يبارك في عمركم يا رب. والله هي كانت مشاركة كثير حلوة ومشاركة فردية، يعني كانت بأنه مثلت سوريا، أني مثل سوريا بهيك حدث كبير. الحمد لله يا رب. شايف محمد، لو تحكي لنا شوي عن بداياتك، من أين إجت فكرة الطبخ، من أين انطلق هذا الإبداع لحتى تشارك بمسابقات عالمية؟ والله هي بدايتي كانت بعام 2000 بسوريا، من عامل بسيط بكافيه. كنت حابب كثير اتعلم مجال الباريستا، دخلت هذا المجال انا وبعام 2000 تعلمت هذا المجال، وكان معي الصديق العزيز لي، هو اللي كان يدفعني لهذا الشيء. تمام، بوجه له تحيه كمان. عبد الله زينو من حلب كان الداعم لي بهذا الشيء، والحمد لله يا رب. يعني بلشت البدايه من هذيك الاوقات لحتى رحنا على خدمة العلم بنادي الشاليهات الضباط بشاطئ الأزرق. تعلمت بنادي الشاليهات الضباط بشاطئ الأزرق في اللاذقية، المطبخ المركزي. شيف، اليوم يعني أغلب الشيفز بمجال الطهي بيتخصصوا بمطبخ معين، مثلا اتجاه معين من أنواع الطبخ. اليوم حضرتك هل لك تخصص معين بهذا المجال أو لا؟ فينا نسميك شيف شامل؟ لا، هلا انا فيكي تقولي مثلا شيف عام، شيف شامل، يعني بمجال الاكل السوري والاكل الحلبي عامه وخاصه، يعني وبمجال الاكل الغربي، الاكل الشرقي، الاكل التركي، بس بمجال الاكل السوري اكثر يعني. طيب شيف، في تحكي لنا اكثر عن موضوع مشاركتك ببطوله كاس العالم للطهاة، وشيء ثاني، هل في تخصصات معينه لازم يكون الشيف موجود عنده لحتى يشارك بهالمسابقه ولا لا؟ طبعا لازم يكون، انه اولا كبدايه انه انا هي المسابقه وجهوا لي دعوه من جمعيه الطهاة الماليزيه، وجهوا لي دعوه اني انا امثل سوريا بهذه المسابقه لسبب وجودي هون بماليزيا معهم، قدمت وشاركت معهم. اليوم بدي روح ل يعني سفره حضرتك على دبي اللي هي كانت قبل المشاركة بمسابقة كأس العالم للطهي بماليزيا. اليوم تجربتك كشيف وكطاهي بدبي، تخبرنا أكثر عنها. والله مسيرتي بدبي كانت كثير حلوة، وكانت يعني كثير حافلة بالإنجازات اللي قدمناها كشيف سوري بدبي. نحن كشيفية سوريين بدبي عن طريق أولاً كانت شيف، هل كان في تواجد بمطعم خاص مثلاً بحضرتك أو بمجموعة من الشيفية يلي كنتوا عم تشتغلوا مثلاً؟ طبعاً كنا عم نشتغل كنا كلياتنا تابعين لجمعية الطهاة السورية، جمعية الطهاة السورية برئاسة الشيف ماجد الصباغ رئيس الجمعية. هاي الجمعية أسست بدبي، وكان الشيف ماجد الصباغ هو اللي أسسها وهو اللي مقيم عليها، وقدم الدعم لكافة الشيفية السوريين هناك. والحمد لله قمت بتقديم إنجاز كبير هناك، طبق حلبي معروف، اللحمة بالكرز. قدمنا صحن لحمة بالكرز بطول 14 متر، وأخذنا عليه موسوعة جينيس الأرقام القياسية بأطول صحن لحمة بالكرز. حلو. وكان لنا كمان مشاركة في مدرسة المعارف بالشارقة في اسم الجالية السورية، باسم الجالية السورية بدبي، بمدرسة المعارف بأطول صحن فتوش طوله 15 متر. هون نحن عم نحكي شيف عن الأطباق اللي دخلتوا فيها بموسوعة جينيس. ايه، اللي اخذت انا موسوعة جينيس عنهم بدبي هي صحن اللحمه بالكرز. طيب شيف، انا اذا بدي احكي عن كاس العالم للطهاة اليوم، شو هي الاطباق اللي حضرتك شاركت فيها او اللي اعتمدتها، هي اكل شرقي او غربي؟
والله هي المشاركة اجت انه ما كان في وجود مطبخ عربي، ما كان في وجود مطبخ عربي، انه انا تفاجأت لما كان ما في مطبخ عربي، لانه هون كان معظم المشاركين من المطابخ الآسيوية مثل ماليزيا، تايوان، اليابان، الصين، عندك مطابخ عالمية كمان الغربي. بقى اخذت ميول المطبخ الغربي وحبيت شارك وادمج طبق غربي مع طبق سوري. حلو كتير شيف. بدي روح لفكرة اليوم، يعني بعض الأطباق السورية كانت حائزة بالمراتب الأولى بمسابقات الطهي العالمية، وشفنا من فترة طبق المحمرة السورية كمان كان بالمرتبة الأولى بالمسابقات. اليوم هذا الموضوع بيعتمد على الطعمات ذاتها الموجودة بهذا الطبق، أو على الشيف كيف بيأدي هي الوصفة وكيف بيقدمها ضمن هالمسابقات؟ والله لا، هلا هو الطبق هو طبق اساسي يعني، ولعبه الشيف لما بيلعب بلعبه تقديمه للطبق، بلعبه ابتكاره للطبق، تحديث الطبق تمام. والتقديم طبعا. شايف محمد، حضرتك اليوم طبعا انت بمشاركات ومسابقات عالميه، كيف بتشوف النظره للمطبخ السوري اليوم؟ يعني المطبخ السوري يقال بانه من افضل المطابخ بالعالم، يعني له مراتب متقدمه جدا. الحاله الغربيه والناس الموجودين حتى بماليزيا بتايلاند بهالمشاركه، كيف بينظروا للمطبخ السوري؟ صديقي، اولا هو المطبخ السوري، انت طلع قبل الاحداث وقبل الحرب بسوريا، المطبخ السوري كان ترتيبه 147 عالميا، تمام. وهلا بعد بضمن هالاحداث هلا وهالاوقات هاي ترتيبنا صار 37 عالميا، تمام. في تقدم كتير كبير. بسبب تقدم كتير وفرق كتير كبير تقدمنا بسبب انتشار الشيف السوري، تمام. انتشار الشيف السوري حول العالم. نحن انتشرنا، والشيف السوري هون هو عم بيقدم مثل ثقافة للمطبخ السوري، وعم نعرف الناس والمطبخ اللي كان بماليزيا وان كان بدبي وان كان بألمانيا او بالوطن العربي والوطن الغربي. يعني هو صراحة شيف، يعني بالمطبخ السوري في كتير طعمات يعني تستحق لأنه تنقل وتقدم للعالم أجمع. اليوم إذا بدنا نحكي عن الخطط المستقبلية، وين راح نشوف حضرتك، وهل راح نسمع بتكريم جديد لحضرتك؟ أكيد إن شاء الله راح يكون في هنيك مشاريع قادمة وإنجازات قادمة، ويعني وتنضاف ل مثل ما بقولوا تنضاف لقائمتنا، لقائمة الشيف السوري إن شاء الله. طبعا نحن بدنا نشكرك جزيل الشكر الشيف محمد حنورة، وحضرتك كنت معنا من ماليزيا عبر خدمة اسكايب، وبتمنى لك النجاح والتوفيق أيضا بمجال عملك. وأنا بتشكركم جدا، وبتشكر قناتكم، وبتشكر كل الناس اللي دعمتني واللي وقفت معي كمان بهاي المسابقة، وبقدم جزيل الشكر لمؤسسة الشيف السوري حول العالم، كمان كانوا لهم دور كبير على هذا الشيء. كل الشكر وكل التوفيق لك شيف. شكرا، شكرا كثير لكم.